الموضوع يعني العنصر الثاني اللي كنا هضرنا عليه هو عنصر التقمصات في حد ذاتها. الطفل تقول انت عنيد، انت مشاكس، انت فوضوي، انت هذه الانعات، هذه الصفات في حد ذاتها هي عباره عن تقمص للطفل لهذه البرمجه السلبيه اللي راني بروغرامي بها وليدي. راني نقول له انت هكذا، هو ويبروغرامي. زيد نهضر هذا الشيء قدام الاب ديالو، قدام العائله، لدعم المعتقد الذاتي تجاه نفسه، ويرسم صوره سلبيه. كل انسان عنده صوره يتخيل نفسه على شكل صوره، الصوره اللي يتخيلها هو ويتقمصها هي نفس الاقوال والصفات اللي كانت تقولها الام في حد ذاتها، ويتبرمج الابن تاعها بطريقه سلبيه. حنا نروحوا بين اسباب العناد كذلك هي الدلال المفرط. دوكا وليدي معروف ام هيثم الله ربما الشيء اللي نربوه في ولادنا هو عدم الاتكاليه على نفسه. كلش نديرو انا، ما نخليهش يخير، ما نخليهش يتخذ القرار، ما نخليهش يكون عنده الاستقلاليه الذاتيه. احنا هضرنا من قبل على مرحله النمو النفسي في العناد، قلنا مرحله الاستقلاليه، ولا احنا حبسنا الاستقلاليه حيقعد دائما تابع للاخر. ثم حنايا باش نبنوا الاستقلاليه في الطفل ديالنا لازم نعودوه على اتخاذ القرار، نعطي له خيارات، نمد له فرص انه يعني ينجز فيها. على سبيل المثال تروح للمتجر، تروح الحانوت، تشري، تخلصوا هي، لا اشري وخليه هو يخلصه، خليه يتكل على نفسه كانه يعني شخصيه مستقله، كلفيه بمهام كذلك. حنا الدلال المفرط للابن على سبيل المثال نقولوا المراه وزوجها، على سبيل المثال انها الحب تاعها لزوجها تقعد حريصه كل دقيقه تعيط له، وكل دقيقه واش راك دير، وكل دقيقه الامور كلها تخليها كانه هو يدخل في الرثابه في الملل. خلاص كثرتي بزاف، كل دوره تسقسيني، كل دوره تعيطي لي، يعني الحرص الزايد، الحرص الزايد هو دائما يدمر نوعا ما العلاقه مع الاخر.